السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الخوت؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نتعرفوا على واحد التطبيق جد رائع. هذا التطبيق غيستافدوا منه الناس اللي كيصوروا بالتليفون وكيعانيوا من مشكل ستوكاج في التليفون، يعني من اللي كيصوروا بالكاميرا ديال الهاتف، يعني هذاك الفيديو اللي كيصوروه كياخذ ليهم واحد لي سباس كبير من التليفون. يعني الا كان شي شخص باغي يصور تليفون، باغي يصور فيديو مثلا كيشرح فيه درس ديال الرياضيات او شيء من القبيل، يعني باغي يصور فيديو وباغي يرفعه على القناة ديالو في يوتيوب، يعني كيلقى مشكل. يعني يحاول يصور فيديو في 5 دقائق 6 دقائق حتى 10 دقائق، يعني كيوصل ليه حتى 500 ميجا 600، يعني وهذا مشكل، يعني سيرتو اللي كانت عنده الانترنت ضعيفة. دونك مع هذا التطبيق ان شاء الله غادي تلقى الحل المناسب باش ترفع فيديوهات كثيرة، يعني حتى ملي كدير بالكاميرا الهاتف يعني كتعطيك واحد الحجم كبير ديال الفيديو، يعني ما تقدرش يعني في العاود اللي غتلوح فيديوهات ثلاثة تقدر تلوح غير فيديو نص نهار وتتسنى فيه ترفعه على لاشين ديالك في يوتيوب. يعني ما نطولش عليكم الخوت، هذا التطبيق هذا بالمجان فابور، يعني غتمشي للبلاي ستور وغتكتب فيديو كومبريس اللي هو هذا كيف ما كتشوفوا الخوت. هذا هو التطبيق اللي كنصح به الناس اللي كيعانيو من مشكل ستوكاج في التليفون، يعني بعد ما كتصور التليفون كتصور الفيديو ديالك في التليفون ديالك كتمشي فين، كتدخل لهذا التطبيق هذا كيعطيك اختيارات، يعني كتكون تعرف الفيديو ديالك فين داير. يعني مثلا انا غنمشي لهاد اخر اجو غنختار يعني الفيديو اللي غادي ندير ليه، اللي غادي نقلص ليه الحجم ديالو، يعني مثلا سواء صورتي درس كتشرح فيه ولا فيلم ولا شي حاجه، يعني انا غنختار شي حاجه صغيره اللي غادي ندير ليها ضغط الملف، يعني نقص من الحجم ديالو. يعني حتى انا غير كنشرح باغي ندير فيديو قصير يعني باش ما نطولش عليكم. غادي نختار هاد الفيديو هذا اللي فيه 54.6 باش ندير لي كومبريس فيديو، يعني تبعوا مع خوتي المراحل. يعني هاد التطبيق هو تطبيق جد رائع، يعني كيقلص يعني كينقص من الحجم ديالو، مثلا اذا كان 400 تقدر يرجع 200 ميجا 300 ميجا على حسب التاير، وكيبقى الكاليتي كيف ما هي. يعني وهاد التطبيق عنده ميزات اخرى، يعني مثلا كاين اما كومبريسي لا فيديو كوبي كومبريسي، يعني يتقطع من الفيديو ودير لي ضغط الملف، بغيتي دوران روتاسيون افونس رابيد ليغ لا فيديو، يعني كيف ما كتشوفوا الخوت، يعني على حساب نتوما اشنو باغيين. يعني حنا بغينا نديرو ضغط الملف غنمشيو نديرو كومبريسي لا فيديو كيف ما كتشوفوا الخوت. هذا قال لك ديجا اختاريتي، يعني نمشيو نعاودو نختارو فيديو اخر، يعني مثلا غنجي نختاروا هذا، اختاروا الخوت هذا الفيديو هذا، وهذا ندير ليه نيت ضغط الملف، يعني كيف ما كتشوفوا الخوت ندير كومبريسي لا فيديو. يعني اخوتي من اللي كيعطيني كومبريسي لا فيديو كيعطيني بزاف الاختيارات، يعني على حساب الجوده على حساب شنو بغيتو. كيف ما كتشوفوا الخوت عطيني هنايا 75%، 480%، 270، 512، 544، 576، يعني على حساب انا اش بغيت. يعني غادي نمشي مثلا انا عاك نشرح لكم، يعني نمشي ندير اخر حاجه ما كاين، يعني نتوما على حساب اشنو باغين. يعني نجي نختار 480 ولا نجي ندير 512 في 288، يعني كيف ما كتشوفوا الخوت، يعني غنبقاو نتسناو يعني غيدير ليه ضغط الملف. يعني كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وهذا التطبيق هذا راه حل مناسب لكل شخص يعني عنده قناة في يوتيوب وغير كيصور غير بالهاتف ديالو وعنده مشكلة ستوكاج في التليفون ديالو، يعني هاد التطبيق هذا غي حل ليه المشكل ديالو، غيولي يرفع فيديوهات كثيرة ان شاء الله.
وكنتمنى الى عجبكم الفيديو، واللي ما مشترك في القناة ديالنا كنتمنى يشارك ودير لايك وخلي لنا شي كومونتير زوين يعني باش يحفزنا باش نشروا فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني ما قدرش نخلي هاد يعني غيدي واحد شوية ديال مدة زمنية، يعني ما بغيتش نخلي تيكمل في سميتو في شي يقول في ضغط الملف ديالو. يعني نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما تنساوش الاشتراك ثم الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله. يعني بعد ما يوصل هذا الفيديو هذا ممكن عندكم في هذا التطبيق هذا أنكم ديروا لي تنزيل على يوتيوب في يوتيوب.